تعلمت عن الأوركيد، هي زهرة كتير حلوة ريحتها مثل العسل. أنا تعلمت إنه مش لازم تبعدوا عن بعض كتير، ولازم تسألوا قبل ما تعملوا الشيء. المعرفة تركب مش تعطى، كتير واضح بتجربة الغابة. مدرسة الغابة هي أول شيء كونسبت مش جديد، هو كونسبت قديم بلش بدول الإسكندنافية، الأولاد بتروح تتعلم بالغابة بحلقة ببساطة. هو جبناه هون من الغابة، لقينا كثير أشياء لازم فينا نستعملهم تنعمر بيت للعصفور، فاخترعنا هاو. الولاد عم تتعلم من خلال الممارسة، عم تتعلم من خلال تقييم الأخطار، عم تتعلم من خلال التجارب، عم تتعلم من بالتواصل مع هيدي الطبيعة. كان بهيدي الغابة انتو بيقولوا لكم انه تلعبوا مع الشجر، تعملوا اكسبلورينج، وفينا نلاقي اشياء تعملوا جديد، انه تخلون من راسكم يمكن تعملوا اشياء جديد بالحياة كلها. والمدرسة إنه رح تساعد بس من ماس وهيك الأشياء. الغابة رح تساعد بشيء أكتر منيح. النمو اللي بيسموه existential growth، physical growth للولاد بقلب الغابة كتير متطور، بيكون عن الموتور سكيلز اللي بيتعلموها هون، emotional growth، social growth، هودي كتير انهانست، بيكونوا متطورين أكتر بكونتكست حر ديمقراطي مثل ما هو بمدرسة الغابة، وبيتعلموا البيسكس هون، بيتعلموا كيف يقروا، بيتعلموا كيف يكتبوا. أنه مها قالت لنا أنه أنا what about the words I need to like slow motion it، ويعني بعمل الساوند لبعرف أي letter بعمل أنا، فيعني أنا بعرف أي letter. أنت بتعمل miss you. هلا شوي. أول ما يوصلوا بنعمل ريتشول، منصبح الغابة ومنصبح بعضنا ومنحكي شوي نحن وياهم عن المخاطر اللي ممكن تواجهنا باللعب الحر. الأولاد هن بيعملوا اللي بدهم إياه، وعنا ثلاث أشياء ما ننتبه له: أول شيء حالنا، ثاني شيء أصدقائنا، وثالث شيء الطبيعة. من بعدها بيصير في عنا الفورست ويسبر، نحن كل النهار منكون عم نحكي الطبيعة وعم نلعب وعم نعمل حركة بجسمنا. فورست ويسبر هي وشوشة الطبيعة، وقتنا نسمع على الطبيعة، بنسمع العصافير، بنسمع أحيان الهواء، الأشجار كيف عم تحف بعضها، أحيان نسمع عزيز حيوانات. فهيدا الوقت هو كمديتيشن يعتبر، لحتى الأولاد تكون مرتاحة لتكفي نهار. عمر في أقل أولاد وأقل درجة بالحقيقة، بس كون حدا بلا صوت فيكن تسمعوا عصافير بالمدرسة. لا، وآخر شي بيكون في لعب يلي هو guided عادة، كمان هو شي بيشبه الطبيعة. Yeah, we're making paint for coloring for our house. And we have orange. المنهج اللي عم نعمله هو emergent curriculum، يعني هو نابع من تجارب الطفل. طريقة التعليم هي concept based inquiry، هو الاكتشاف عبر المفاهيم. يعني مثلا لما حكيت عن العظام اللي لقيناهن، فتنا اكثر بكيف العظام وكيف تركب وشو بيكون، وين موقعها بجسم الانسان. يعني بتحس انت صار التعلم هو عباره عن اكتشاف الولد حابب يعمله، بينما نحن كلنا يعني معظم تجربتنا هي انه الكتاب هو شيء يعني بدي اخلص منه. فهي كتير بتعكس عمليه التعلم من عمليه قمعيه، في شيء انت بدك تمشي عليه وبدك تتعلمه كله من الالف للياء، وبين شيء هو العالم الحلو واللي انت بدك تكتشفه. الشيء انه بكل المدرسات بالعالم في اكثر هواء احسن هون بالغابة. الهواء أحسن؟ بالغابة فيك تتنفس مثل ما بدك، بالمدرسة وكل وقت تتنفس بطريقة واحدة مثل ما قلت لك. بس أنا قلت لك عم تعمل إكسبلور على الأشياء، كمان فيك تشوف حشرات جديد، فيك تشوف أشياء جديد أكثر من كل. التحدي اللي عم نواجهه هو الأهل بعد ما وصلت لهم أهمية فكرة التعلم بالغابة أو التعلم بالطبيعة، بفضله يكونوا أولادهم بمدارس
تقليدية، عم يعملوا القصص اللي المفروض يتعلمها الولد بهذا العمر بشكل تقليدي، وبحسوا في هذا الاطمئنان لأنه في هذا التاريخ لهذا النوع من التعليم. بس تعليم الغابة أو التعليم من خلال الطبيعة أو التعليم من خلال اللعب، هيدي هي المفاهيم الجديدة اللي عم تدخل هلأ على التعليم اللي نحن مبلشينا بالغابة بالمحل ما هي لازم تكون. كان دنيا تقريبا عمرها شي سنة وشوي، وكان بدنا ناخدها على حضانة، وبذكر كتير منيح بوحدة من الحضانات يلي كانوا مصرين يحكوا مش بالعربي. وقت سألت ليش، قالت لي لأنه نحن هون بالفرنسي عم جاوبني on form les enfants، يعني منعدهم الأولاد. بقى أنا قلت لها أنه بس هي إلى سنة على الكوكب، يعني نبلش نحضرها، يعني في مرحلة قبل بدها تكتشف هالكوكب قبل ما نبلش نحضرها. واللي بينحكى عنه كمفهوم الكونستركتيفيزم اللي هو أنه المعرفة تركب مش تعطى، كتير واضح بتجربة الغابة. في كتير مساحة للولاد أنه يقدروا هن يركبوا التجربة اللي عم بيخدوها ويفهموها ويطرحوا حولها أسئلة، ونحن كمربين كمرشدين أكثر ما نحن أساتذة كيف نتعامل مع هذه المعطيات، كيف نتلقاها، كيف نفهمها ومنفكر فيها ومنرجعها للولاد. هاي العلاقة نحن منحاول نبنيها هون، إنه نحن بس عم نساعدكم لحتى تتعلموا، هذا الشيء واضح للولاد، فلهيك بتنمى علاقة احترام بدل خوف. فبس يصير في علاقة احترام، أنا ما بخاف منك لأن أنت تقصصني أو تعيط علي، أنا بتصرف على طبيعتي وبعرف إنه إذا غلطت بحقي أو بحق حوالي أنت رح تحكيني مش تقصصني. هونيك أحيانا يعني المعلمات ما بيعرفوا يعلموا هونيك. كيف؟ ما بيعرفوا يعلموا. كيف يعني كيف معلمة بتعرف تتعلم؟ ما بتعرف تعلم. كيف بتعيط؟ هون ما بعيطوا. ليه ما بعيطوش برأيك؟ لأن كريمين. إيه. وجنتل ما بعرف. إيه. وشوفي إيش هون عم تتعلمها أنت؟ ما فيك تتعلمها بالمدرسة. I've been learning stuff from Maha because she is my favorite teacher. I learned that there's a kind of plant that has white milk, and if it touches you and you don't wash it away, it's gonna itch a lot. I learned that also we could eat a kind of flower, the stem. It's called humaida. يعني بلشنا نتلاقى بناس كان عندهم اقتراحات مختلفة. تلاقينا بكتير ناس لحديد ما تلاقينا بدانا أبو رحمة يلي كانت جاية من تجربة كانت تعلم بمدرسة الغابة بإسبانيا، وقررنا نجرب نخوض التجربة مع كل العبثية يلي ممكن الواحد يفكر فيها. بلشت التجربة بحرش بيروت مع ثلاث أولاد لأنه مثل ما عم أقول كنا ثلاث عيال، وشوي شوي بلشنا نبني البنية تبع هيدا، يعني جبنا إنشورنس للأولاد وشوي شوي صارت تثبت هيدي التجربة، وكنا عم بلش نفتش يعني عم نعمل ريكروتمنت وبلش يكبر الفريق. وبمرحلة من المراحل حسينا حالنا مستعدين لننتقل لحجم أكبر، يعني حرش بيروت هو أوربن بارك، قررنا ننتقل للغابة، وأقرب غابة كانت غابة بعبدة. كل فئة عمرية بيكون في عدد معين من الأولاد، وهذا الشيء بيصير لحتى يخلق توازن اجتماعي، توازن كمان سايكو ايموشنال، وتوازن كمان كوجنيتيف. يعني بيصير الولد الأكبر هو موديل للولد الصغير. It's called peer instruction أو peer collaboration. بصير في هالنوع من كمان الامباثي عند الأولاد الأكبر، يعني بصيروا عندهم تفهم أكبر وفهم أحسن لشو يعني إنه في ولد أصغر. فالمدرسة كمان يعني ضمن شروطها أو الشروط اللي حاطتها على حالها إنه يكون في بقلبها بيئة متنوعة، وكانت الفروقات الاجتماعية يعني هو الحيز اللي أخدينه بعين الاعتبار بشكل مباشر. فاعتمدت إذا بدك على اقتصاد هو سلايدنج سكيل، يلي هو الناس بتقرر قد تدفع. القصة يتراوح ما بين 20 دولار بالشهر ل 450 دولار بالشهر. الأهل عندهم مرحلة أسبوع إنه يعملوا مراجعة ذاتية
على قديش هن بيقدروا يقولوا نحن بنتعهد خلال هيدي السنة انه ندفع هيدا الأماونت، وبصير في الحسبة اذا المجموع بيطلع قد البادجت فاذا بيكون كل شيء تمام، وبحال كان المجموع اقل من البادجت نعمل دورة تانية. انا كنت انا مثل بفورست سكول من قبل من سنة سنتين، وبعدين وقفت رحت على مدرسة نورمال، فوقت جيت هون كتير هيك رجعت مثل بحب الغابة وكيف هيك مثل بعمل علاقة مع الشجر النباتات، وعملت هيدي مثل شي وين نحط الأكل للعصافير جوا، رح علق شي محل بعد عم فكر، وبحط أكل هون وأكيد لازم نضفها، وبعدين هيك يمكن hopefully العصافير بيجوا بياكلوا منها.